تعلم العلم واقرأ تنل الفخر النبوة. قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أما بعد، معلوماتنا النهاردة معلومة بسيطة وميسرة، وهي عن الخلع. الخلع هو من وجهة نظري كتعريف هو طلاق بالإرادة المنفردة تتمتع به الزوجة دون غيرها. الخلع هو طلاق بالإرادة المنفردة تتمتع به الزوجة دون غيرها، وهذا تعريفي الشخصي للخلع. صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 بتعديل بعض أوضاع التقاضي والإجراءات الخاصة بقانون الأحوال أو بمسائل الأحوال الشخصية. إذن لا يوجد قانون مستقل يطلق عليه أو يعنون بهذا العنوان الخلع، لا يوجد قانون بهذا العنوان، وإنما هو قانون صدر بتعديل بعض مسائل وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. نصت المادة 20 من هذا القانون المذكور على أنه للزوجين أن يتراضى فيما بينهما على الخلع، وإذا لم يتراضى فللزوجة أن تلجأ إلى رفع دعواها للحصول على هذا الحق، ويكون هذا مقابل أو يكون ذلك مقابل التنازل عن حقوقها المالية الشرعية. يبقى أول حاجة هو الأصل أن يتراضى الزوجين، يعني لو الزوجين تراضوا فيما بينهم على هذا الإجراء يتم هذا الإجراء بالتراضي فيما بينهما، وإن لم يتراضى فللزوجة أن تلجأ، وهي الدعوة المعروفة بدعوى الخلع، ترفع دعواها ويكون ذلك مقابل التنازل من قبل الزوجة عن بعض الحقوق المالية الشرعية. وخدوا بالكم، لازم نكون مركزين ان مش كل الحقوق، يعني مش كل الحقوق الزوجية بتتنازل عنها الزوجة مقابل هذا الإجراء، وإنما بعض الحقوق، ويظل لها بعض الحقوق المالية منها قائمة المنقولات، فهي تظل من ضمن حقوق الزوجة وتظل من الديون التي تطالب بها الزوج. رقم 2، يظل لها حق في أجرة مسكن والحضانة. رقم 3، لا يجوز الاتفاق على إتمام هذا الإجراء وهو إجراء الخلع أن يكون مقابل التنازل من قبل الزوجة عن حقها في الحضانة أو أي حقوق أخرى متعلقة بالأبناء. رقم 4، في حالة صدور حكم بالخلع فإن الطلاق يقع طلاق بائن، أي أصبح الزوجين كلاهما أجنبي عن الآخر. رقم 5، أن هذه الأحكام الصادرة بالخلع لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن. لا يجوز الطعن على هذه الأحكام بأي طريق من طرق الطعن. طبعا هناك كثير جدا من الآراء حول هذا القانون منذ صدوره، لأن هذا القانون سوف يفتح المجال أمام الزوجات في التصرع في الانفصال وفي التصرع في هدم العلاقة الزوجية. والنهاردة احنا بنتكلم بعد مرور 20 عام من صدور هذا القانون، ولو ألقينا نظرة على الإحصائيات التي أصبح الآن يحصدها هذا القانون من حالات طلاق لوجدنا أنها وصلت إلى 85% كسبب من أسباب حالات الطلاق، يعني الخلع كسبب من أسباب الطلاق في الحالات التي تم حصرها، وجد أن 85% من هذه الحالات تم التطليق بناء على هذا الإجراء وهو اللجوء إلى الخلع. ولذلك مطالب كرأي شخصي بمحاولة الحد أو حتم هذا الموضوع بشكل يكون أكثر صرامة، بحيث لا يتم اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى كما هو تم وضعه من أجله، يعني وتم وضع هذا القانون في حالة أن الزوجة لا تستطيع العيش، يعني أصبح العيش مع الزوج من الحاجات المستحيلة، أصبح هناك استحالة في استمرار الحياة الزوجية فيما بينهما. وإن كان الأمر كذلك فيجب
فيجب أن يتم تقنين الوضع بحيث لا تلجأ الزوجة إلى هذا الإجراء إلا في هذه الحالات فعلا كحالات واقعية. وفكرة أن تظل قائمة المنقولات هي من حق الزوجة هي من وجهة نظري المتواضعة تحتاج إلى إعادة نظر وإعادة تقنين وإعادة مراجعة لهذا وإعادة مراجعة لهذا النص حتى يتم تحجيم هذا الإجراء ويتم تحجيم اللجوء إلى هذا الإجراء، فقد زادت وارتفعت حالات الطلاق بهذه الوسيلة في الآونة الأخيرة. وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى حول هذا الموضوع وهو الخلع، ونكتفي بهذا القدر. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.